السلام عليكم ورحمة الله. أزول ولن نزول. تحياتي الإخوان اللي دخلوا معنا المشاهدين. شكرا شكرا الإخوان. شكرا أخ بشير، شكرا على التعليقات. أخ مدريد، إخوان تحياتي، كل واحد باسمه. أحرار الحرائر، الرسالة ديالنا إن بمشيئة الرحمن. هذا النار، هذا الإخوان ديالنا اللي ضربوا تمارة في هاد أوروبا، اللي تغربوا في هاد أوروبا، اللي الحياة ديالهم كاملة هما كيخدموا، مع الأسف الخطأ اللي وقع هو الإنسان كان يحط الفلوس ديالو في البنك ديال المغرب، كما نسميوها الدولة المغربية. كان يحط الفلوس في ديك الدولة اللي كانت بروفيتي في الشعب ديالها. الرسالة ديالنا هاد النهار إن شاء الله الإخوان غادي نعطيوكم بالأرقام، واحد زوج ديال الأرقام ولا نتاع التصريح نتاع البنك المغربي اللي صرح بشحال ديال الناس اللي عندهم الحسابات في البنكة، وشحال ديال الناس اللي عندهم الفلوس في البنك تاع المغرب. المهم اون جينيرال مو على كيما يسميوهم هما الجالية، وحنا مهجرين، انتم راكو عارفين واش المقصود ديالنا. قلنا ومع ذلك نوصلوا لكم هذه الرسالة ديالنا، هذا الخبر، هذا الإخوان اللي عندهم الممتلكات كنا هضرنا عليها قبل، ولكن درك كاين الجديد اللي الونصاب 7 في الشهر على ما اظن نهار الاربعاء. قلنا نقسموا ونفرقوا معكم هذا الشيء، هذا كما كيقولوا الشرفاء والاحرار. اللي عنده الحساب في البنكة دولة المهلكة المغربية كما نقولوا حنا غادي نهضروا باش يفهمونا كل شيء، مع الاحرار عارفين المقصود واش تنقولوا. اللي كانوا يخدموا ويضربوا تمارة، كتجبر بنادم يخدم في الليل ويخدم في النهار، يخدم في ليكيب ثلاثة نتاع ليكيب في الصباح وفي 12 وفي العشية وفي السبت والحد. كاين الناس ما كتريدش بتمارة، ولكن كتجبر اللي متمتع فيها محمد السادس والدولة الدكتاتورية. من كتشوف في العرق ديالكم الإخوان كنتو تحطوا وتقولوا صاحب لكم راه البنكة، وحنا كنا كنقولوا قبل البنوك نتاع المهلكة المغربية إرهابيين كيف يعطيو الفلوس الدعم كيسميتو. المهم غادي نمشيو حنا في هذا الموضوع هذا نتاع البنك، بنك المغرب. بنك المغرب الإخوان، هذا الى هضر بنك المغرب يعني بالاسماء، غادي نهضروا على الابناك المغربيه بصفه خاصه اللي كاينه في ديك البلاد واللي كاينه في اوروبا. ازول ولن نزول الاخوان. شكرا. عندك بنك المغرب صرح بزوج فاصلة خمسة مليون بنك ريكنينغ، زوج ونص مليون تاع الناس اللي عندهم الحساب في بنك المغرب، زوج الملايين ونص غير في البنك ديال المغرب. نعاودوها ونعاودوها، ما يقدر ويرلت هادو نتاع الناس اللي عايشين في اوروبا، اللي عايشين خارج المغرب على استسمح. القيمه ديالها 185 مليار درهم، 185 مليار درهم. سمعوا غير زوج المليون وخمسة في واحد البنكة، بنك المغرب. هاد التصريح هذا الإخوان غادي نعاودو نذكروه من بعد. هذا البنك المغربي اللي خرجت وصرحت بهاد زوج المليون ونص ديال المغاربة اللي خارجين على المغرب، وبيناتهم راكو عارفين الناس ديال الريف، الناس ديال الأطلس، النواحي كاملة نتاع ديك البلاد خارجين. علاش؟ السؤال المطروح، علاش البنك المغربي في هذه الساعة هذه صرح بلي كاين زوج مليون ونص ديال الناس اللي عندهم الفلوس في البنك نتاع المغرب؟ باش تعرفوا هما كيقول لك في نفس الوقت راه حتى بلاد اخرى ما عادي تعرف اللي عنده الحساب في هذيك البلاد هذه، وبنك المغرب في نفس الوقت راه خرج بهذا الحساب هذا الاخوان، خرج بهذا الحساب وقال لهم راه عندي قدا 185 مليار درهم نتاع
تاع الناس غير في واحد الجهه، غير في هذه الجهه تاع 2 مليون اللي حط في هذه البنكه هذه، ومع العلم باللي الدوله المغربيه سنيات الكونترا ديال هذه الاتفاقيه باش يفرقوا الفلوس، باش ماشي باش يفرقوا الفلوس، هذه الاتفاقيه باش يعرفوا الناس اللي عايشين في اوروبا، احنا قاعدين نهضروا اللي عايشين في اوروبا اللي عندهم الفلوس والحسابات بنكيه في الدوله المغربيه او في البنوك المغربيه كما نسميوها احنا ديال هبل السادس، اللي عنده الفلوس في ديك الدوله هذيك واش عادي يوقع له الاخوان. ما رانيش نهضر انا مين كنهضروا دائما، ما رانيش نهضر على الفئه نتاع الارهابيين، ما رانيش نهضر على الفئه ديال الناس اللي ترافيك، يعني كما نقولوا اللي تجار المخدرات ولا مهربي الهيروين والكوكايين، ما رانيش نهضر ولا غسل الاموال، راني نهضر على المسكين. انا كنهضر دائما على المسكين وعلى الدرويش اللي ضرب تماره باش يجمع دوك الفرنكات. ما ديك الدوله هذيك الارهابيين وهادو اللي كيجمعوا في المساجد ويديروا الفلوس عندهم، وهاد المخدرات حنا نهضروا على كل جواد اللي مافيوزي وهذوك اللي عندهم دخل مع الدوله المغربيه كاملين عندهم الخبر، عندهم الخبر في 2019 وقبل 2019 باللي الدوله المغربيه عادي تبقى تصادر واش تا عندها في البنك عادي تعطيه لاوروبا باش يراقبوا الناس ويخلصوا عليهم بالستي. غادي ندخلوا في هذا في هذا الاطار الاخوان، هذا القوس هذا غير غادي نجيو شويه بشويه. احنا مين كنهضروا؟ نهضروا على الناس البسطاء، على الناس اللي تاقوا، اللي غسلوا لهم الادمغه ديالهم وارواح ودير على من تولي وبني قبر الدنيا، وقبر الدنيا هنا وبني لبلادك راه ما تهزك غير بلادك، امين تكبر وتولي في شكون عادي يهزك، مين تكبر تولي الارض، تولي الارض كلشي عادي يموت يهود تحت الارض، ما كاين لا هذيك لا هذيك، لا هم يحزنون. حنا هذا راه كلشي باين، هاد النقطة هذه اللي نهضروا على هاد الغسل الناس، فارت الثقة وبقات تشري في الديور وبقات تشري مساكين، كاين اللي عايش هنا يضرب كما نقولوا الخبز واتاي بحال ديك الدولة هذيك باش يبني ويشري ويدير السراجم، وكتجبر 60 70 سنة مشات له والو هو كيجمع لواحد الدولة ديكتاتورية. حنا ماشي رانا نقولوا لكم هربوا ولا واش هاد الشيء، انا كنهضر اللي كيكسب الفلوس ديالو بالحلال، اللي كيضرب تماره وكيخرج هو اللي ياكل الضربه في هاد الوقيته، اللي نتايا المسكين اللي حاط ديك الفليسات 1000 اورو ولا 2000 ولا 10000 ولا 20000 اورو ولا 100000 اورو اللي جمعت عليها، هذاك هو اللي يمشي ضحيه. شكون اللي كيمشي ضحيه؟ غادي نعطي لكم مثال، الدوله المغربيه الدوله ديال هبل السادس، شكون اللي كيمشي ضحيه؟ واش كيمشيو البرلمانيين وهاد محمد هبال السادس وهاد الشفاره والمديرين تاع البنكه اللي كيمشيو فيها، ولا يمشي فيها المسكين؟ نتوما راكو عارفين الاخوان واش بغيت نقول، كيمشي فيها المسكين، كيمشي فيها بنادم اللي جمع اللي كريم وبسيط، مال اللي كرش ديالو كبيره وعنده الاسهم وهذيك، راه الدوله كتخبره بكل صغيره وكبيره، ولكن انتيا اللي كتجمعي الفلوس فرنك اورو على اورو وديري في ديك البنكه وتجمعي فرنك على فرنك، تقولي غادي ندير لولادي في ديك البلاد، ديك البلاد هذيك ما تهز حتى شي واحد، ما هزش الشعب اللي راه تما، اللي راه تما وقتلاته وذبحاته ودارته في السجون الذل والعار، وكنجيو دروك حنا في هاد الساعه. نولي لكم الاخوان على هاد بنك المغرب، كما قلنا 2.5 مليون ديال المغاربه اللي يسميهم بغاو يسميهم مغاربه، 2.5 مليون ديال المغاربه 185 مليار. اسمع عميت القلب، اسمع عميت القلب، البنكه ديال المغرب باعتك، ماشي حنا رانا، البنكه المغرب، البنك المغربي باعكم 185 مليار، صرحت بها باللي الناس اللي عايشين على برا في اوروبا عندهم الفلوس هنايا في المغرب، ماشي حنا كنقولوا، يعني شكون عادي يمشي الضحيه؟ علاش ضرب قالوا هاد 185 مليار؟ حنا رانا نقولوا الضحيه انتوما
عادي تخلصوا الفلوس حتى على هذوك المهربين المخدرات واللي كيتاجروا في الفلوس تبييض الاموال والفلوس مزوره وزيدوا زيدوا زيد. ونعطي لكم ما هو اعلم بعلم واش مدير ديال البنك التجاري المغربي ولا ما نعرف اللي المهم بلا ما نذكر الاتجاه مدير مسؤول في الرباط في الرباط وفي الدار البيضاء كيزور الفلوس كل مره في السنه كتدي لهم الفلوس مزوره هما كيتعاملوا بالفلوس مزوره كيدخلوهم واحد خصهم دائما يدخل لهم واحد الكم ديال الفلوس مزوره ولكن ضروك تزير الحال ولكن اللي تزير الحال نتوما اللي عندكم الفلوس ديالكم اللي حطيتوهم في ديك الدوله نتوما انا النصيحه اللي غادي نقولها علاش هاد الدوله هادي في نفس الوقت كتقول لك حنايا ما صرحناش راه ما عاد يشوفها حتى شي واحد وزير الماليه بنفسه صرح باللي عند رحب بالوزاره نتاع الخارجيه سواء نتاع بلجيك سواء نتاع هولندا نتاع هذيك باش يعرفوا شحال ديال الفلوس عندهم الناس اللي عندهم الفلوس في ديك البلاد هذه كيبقى يخلص عليها واللي كان يبروفيتي فلوسي مي كما كنقولوا السكن الاجتماعي حنا راه كنقولوا اصفي وشرب الا كان بنادم يخدم بالعرق ديالو والخدمه ديالو الثمره ديالو هذاك راه ما عليه مشكله الا كان عنده الدار بصح الانسان الا كان يبروفيتي فلوسي مي ولا السوسيال كما نقولوا السكن الاجتماعي وانت عندك قصر في المغرب ولا عندك الفيلا ولا عندك الديور كما كاينين العديد من الناس كيجيو حتى كاين شي واحد حتى يكبر يكمل الخدمه ديالو في ديك البلاد اللي خدام في الدوله ويجي لهاد البلاد عاوتاني يبروفيتي حنا الاخوان تسمحوا لنا راه كندخل مين كنفكر انا كنفكروا هاد المواضيع كامل والله العظيم الا كيغيضني الحال كنقول علاش هاد الائمه وعلاش هادو اللي كنقولوا هاد الائمه الكفر وهاد ائمه البلاط علاش ما يخرجوش ويعطيو لكم الاتجاه اللي خصكم تتجهوا به ويقول لك هذيك الدوله راه لعبت عليكم راه ديك الدوله ديكتاتوريه بامتياز كتلعب على الناس علاش ما كيخرجوش ولا لا ما كيعجب لهمش الحال ما كتعجبلهاش الحال الدوله من كتمشيو تقلعوا الفلوس بالبنكه الدوله ما عاديش تخرج وتقول لكم ها فلان اللي راك في بلجيك اللي راك في هولندا اللي راك في اسبانيا اللي راك في الانجليز الدوله ما عاديش تخرج تقول لك قلع الفلوس بالبنكه لا يقولوها لك الاحرار اللي يقولوها لك حنايا من درنا هذا المباشر ما قلنا لكمش قلعوا الفلوس وجيبوهم لنا لا قلع الفلوس وحطهم قانونيا ولا دير كفر ولا دير ونعطي واحد النصيحه واحد النصيحه وان الله شاهد على ما اقول اللي مشى جبد الفلوس بالبلاد ديك الدوله المغربيه وصافت شي واحد من العائله ديالو كاينين اللي كيخدموا في البنكه كيعيطوا للعصابه العصابه هي الشفاره والقتاله كيقولوا لهم فلان راه هز 10 المليون ها الادريس ديالو كيقول لك الشفار مين عرف الادريس ديال السيد اللي خرج الفلوس عرفها باللي يخدم بالبنكه اللي يخدموا في البنكه لا المدير ديال البنوك الا ديك الدوله كامله ارهابيه عندهم الشفاره كيخدم مع البنكه ومع المخزن هذه راه ديها مسنيه وكاينين الناس اللي خرجوا بالبنكه وكريساوهم وكاين الناس اللي تبعوهم وداو لهم الفلوس انايا اللي راني كنقول لكم في هذه الحاله هذه كنوصل لكم هذه الرساله قلت نوصلها قبل كل واحد الله اعلم الا سلك غير واحد في وسط 10000 واحد راه الحمد لله نصحوا الناس النصيحة ديالنا اللي كنقولوا لكم الناس كاملة راه تمشي تجارة تهز الفلوس احذيو راسكم اللي راكو تمشيو تهزوا الفلوس في ديك البلاد راه ما يعطيولكمش كاملين هذه تكون مني ولكن احذيو راسكم سواء النهار نفس اليوم ولا غدالي ولا بعد غدالي يدخلوا عليك الشفارة ولا في الشارع هاودني نتمنى الميساج يكون وصل اللي خدامين في البنكة كيهز 20 مليون هذا دا 20 مليون هاد الدوله هادي غادي تمشي هادي يجي لنا 1000 واحد هاد النهار ونعطيو له 20 مليون كيعيطوا للشفاره ومعروفين كل منطقه فيها الشفار ديالها سبيسيال اللي كيوصل للدوله الماعونه يعطي الماعونه سواء المخنز ولا المخزن كما نقولوا له ولا يعطي عاوتاني الفلوس لصحاب البنك كل واحد يدي
احذيو راسكم احذيو راسكم. ديك الدوله هذيك راه ارهابيه الاخوان. احذيو راسكم ديك الدوله هذيك واش راها كدير. سمحوا لنا الاخوان عندي العينين كيديروا واخا بهبطيه ديال الشتاء. المهم هذه الرساله اللي قلنا لكم بنادم يحذي راسو يحذي راسو في هذه الوقيته هذه. واللي حط الفلوس في البنوك المغربيه يمشي يهز الفلوس ديالو ولا يمشي يشوف كي يدير يفوتها لشي حساب اخر يحطها في البلاد اللي ساكن فيه يكون مهني تنعس مهني تفيق مهني الفلوس ديالك خلصت عليهم ذاك النصيب. حتى انت راك بدوك الناس بديك الدوله اللي ساكن فيها وفي ديك المهم تخلص القانون ديالها داك الشيء هذاك اللي نقدروا نقولوا لكم في هذه الساعه. والحاجه اللي نقول لكم باش تحطوا الفلوس وتمشيو تضربوا تعمره وترميوها عند ديك الدوله هذيك هي البنك المغربي يصرح لكم ب 185 مليار باللي الناس اللي عندها في اوروبا وهذيك عندهم الفلوس في هذه البلاد هذه. وحنا لا يحسن العود ماشي كنقولوا بنادم لا لا اللي كان يجارة ويزير على راسه منا ويزير منا ويدبر باش يقول نمشي ندير الفلوس تما في ديك البنكه. لا ديك الدوله هذيك الدوله ما صالحاش الاخوان. ديك الدوله اللي سميتها الدوله المهلكه المغربيه ها هما الاداره خرجت وصرحت عوض باش يعيطوا. نعطي لكم غير واحد الحاجه الاخوان في 2019 اللي سنياو المعاهده ديال مراقبه الاموال والممتلكات بين الدول بلجيكا وهولندا وبعض الدول مع الدوله المغربيه. علاش ماشي في نفس السنه كيقولوا اللي كيقولوا لهم هما الجاليه وحنا مهجرين علاش ما كيقولوا لهمش في نفس الوقيته او دي الناس شوفوا واش تديروا روحوا صرحوا بداك الحوايج اللي عندكم هنايا روحوا ديروا. لا هما لمن يعلموا يعلموا الارهابيين يعلموا لهذا المراكز الائمه الكفر يعلموا لهذا مروجي المخدرات وهذاك والبزناسه وهذاك يقول له حضي راسك. كيعلموا لهذو اللي كيبروفيتيو في, 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 في الدول ويقولوا راه ما عندناش في ديك البلاد والو. ولكن اللي كيخدم بالعرق ديالو واللي صادق والصادق الامين انا كنهضر على الصادق الامين اللي صادق في المعاملات ديالو اللي كيصفي مع الله تعالى ومع الخلق وما كيكذبش. لحقاش الا انت يا ما عندك الدار في ديك البلاد وتقول لهم ما عنديش الدار في ديك البلاد يعني كتكذب. الا مشيت كاين اللي يقولك على المراك تهضر عندنا واحد النسبه كبيره بزاف كتبروفيتي في هذا الشيء هذا كيقولك حلال. اش من حلال اش من حلال عندك الدار لهي وكتقول لها الدوله هذه اعطينا كي سميتو اعطينا السكنه اعطينا السكاره ما عنديش. لا الكذوب ماشي من الشيام ديال المؤمنين والمؤمنات والكذوب راه ماشي الشيام ديال الانسانيه. احنا ما نكذبوش. بنادم يقول لك كلمه نتاع الصدق علاش باش يربح الفلوس باش تعطي لك الخلصه. ها هي جات الساعه كل شيء عاد يتراقب. الدوله المغربيه رحبت علاش الضحيه دائما هو الشعب الضحيه هو المسكين الضحيه هو اللي ضرب تماره واللي كان يعرق بالخدمه ديالو مو اللي ما عرقش عليهم وهزهم غير هك وهك ما ضربش عليهم تماره هذاك ما عنده ما يخسر راه ديجا ما ضربش عليهم تماره. رانا نهضروا على اللي ضرب عليهم تماره اللي عرق على دوك الفلوس هادو. لحقاش حنايا كما كيقولوا شي وحدين شي احرار كيقول لك كاين من كتجي تهضر كيخرجوا هاد صحاب اللحيه هاد ائمه الكفر يقول لك اتقي الله اتقي الله كما كتعرفوا هذاك واحد اللي قال لهم تصليوا الجمعه ب 50 اورو اللي ما عارف شو سمع. كاين عندنا حنايا واحد المسؤول ديال المسجد فين بعدا في هارلبيك في بروكسل خرج قال لهم تصليوا الجمعه ب 50 اورو تصليوا التراويح ب 100 اورو. هذاك المباشر اللي داروا تداولوه والحمد لله بالفضل ديال الاحرار والحرائر فرقوا ديك الكلمه ديال الحق قالوا اللهم ان هذا منكرات السيد اللي كيجمع الفلوس الصلاه. واش ناضوا الاخوان داروا ناضوا خرجوا اللي معاه من بعديها خرجوا داروا مباشر باش يوضحوا هذا المسؤول وخرج مع واحد بولحيه عاد ثاني يصلي بهم تما في هارلبيك ولا هو واحد المسؤول اخر عرفت كي كنسميوهم هذوك هيئه الدفاع على الارهابيين. هذوك هما هيئه الدفاع
هكا باش يجمعوا الفلوس. واش انت يا 750 الف اورو تبني جامع واخوك ما عنده ما ياكل؟ ما 750 الف اورو والشعب راه كيموت، دير الجامع يقول لك مكاتب خصنا غير الجميع ديال الفلوس، ومن كتهضر يقول لك اتقي الله اتقي الله. فين اتقي الله؟ فاش اتقي الله؟ اتقي الله انت يا في هذوك المساكين هذوك، وهاد الناس هذو اللي هاد الجاليه اللي سميتهم جاليه، ها هما المهجرين، ها هما مساكين كانوا يضربوا تمره حتى الفلوس ما عندهمش الكارانتي باللي يهزوهم، واللي يمشي يهز الفلوس كاين اللي يقريسيوه، كاين اللي عادي يقريسيوه، كاين اللي عادي يخلص عليهم الهيها. وهنا هذيك هي الدوله ديال هبال السادس. على مره انا نهضروا حنايا، انا نهضروا بالفضل ديالكم الاحرار والحرائر، توصلوا الهضره حنا لحقاش قلناها السنه الماضيه والعديد، قلنا اللي عنده شي فلوس في البنك. حنا ما كنعلموش الغيبه الاخوان، حاشا باش لا يعلم الغيبه الا الله، ولكن كنشوفوا كنقراو كنقراو الجرائد، كنشوفوا الاخبار اللي كيخرجوا، كنشوفوا التوجهات ديال البنوك سواء في العالم سواء المدينه الدوله اللي ساكنين فيها، وكتجبر الدوله المغربيه من كلاسيه مع الدول الارهابيه اللي كتمول الارهاب بالبنوك المغربيه. يعني الى كان ان دل على شيء، يعني المستقبل ديال الابناك المغربيه فين انهيار. كما الاخ كريم امنوس نحييه بهذا الواجهه هذه، كنحييه عاوتاني على واحد واحد هذيك اللي فرقها في الصفحه ديالو على الجاليه، وكما يسميوهم المهجرين اللي في انجلترا مشاو يسحبوا الاموال ديالهم، وكاين اللي ما جبروش الاموال ديالهم كاملين. يعني في جميع الدول اللي بقاع ديال العالم، حنا النصيحه اللي كنقولوا لكم ونعاودوا ناكدوها، كاين اللي يقول لك بغيتوا الفتنه، نتوما بغيتوا، حنا ما بغيناش الفتنه وما بغيناش الفلوس، اموالكم واولادكم فتنه لكم، حنا ما بغيناش الاموال، ما بغينا حتى شي حاجه، بغينا الحر الاحرار والحرائر توصلهم الكلمه ديال الحق، توصلهم هذا الشيء هذا هذا المنكر اللي دايرينه. اللي عنده شي فلوس في ديك البنكه ديال الدوله المغربيه، سمحوا لنا الاخوان، اللي عنده شي فلوس يقلعهم يحطهم في البلاد ديالو، والانسان يصفي ويشرب. اللي عنده شي ممتلكات يمشي يصرح بها، اللي عنده شي ممتلكات يمشي بلا ما تدور عليك الدوله، اللي صافي في الخاطر ديالو، ماشي راني نقول لك يصرح يقول لهم انا ما كنتش عارف، يمشي يشوف داك الشيء هذاك بلا ما يخلي داك الشيء تلعب عليك ديك الدوله الديكتاتوريه. والممتلكات اللي كاين في ديك البلاد تبقاو تخلصوا عليها الطاكس سواء في ديك البلاد وكتخلصوا عليها حتى هنايا، يعني الدوله المغربيه وديجا انت ما ساكنش فيها. النصيحه اللي قلناها ونعاود نقولوها، اللي عنده شي دار في ديك البلاد هذا كيشوف كيدير يسلك عادي، لا جبر يبيعها، راه ما كاينش اللي يشري في هذا الوقيته هذا، لا جبر يمشي بنادم يعيش يشري الدار ديالو في البلاد اللي عايش فيها، يمتع الوليدات ديالو، يمتع العائله ديالو، يمتع الجيران ديالو، ولا في ديك البلاد اللي ما عندوش يمتع. راه المساكن على الجيران، راه الدنيا فايته، راه ما تدي معك حتى شي حاجه، قال لك هي تجمع تجمعك عادي يجي النهار اللي كيمشي لك كلش. هذه الرساله ديالنا الاخوان اللي قلناهم، اللي قلنا ديال هذا البنك، بنك المغرب اللي مسمى بي ام، عنده معروف بي ام، ايوا غادي تعرفوا كاين البنك المغربي للتجاره بي ام سي، البنك المغربي للتجاره الخارجيه، البنك الشعبي، البنك الوفاء، البنك المهم وفاء هو، يعني البنكات على الجهد، سبحان الله البنكات على الجهد عندهم في هذيك البلاد هذه، والفلوس ما كاينش باش يجبدوا بالشعب. وحنا يقول لك عندك الارباح، احط الفلوس في البلاد ديالك، حط في الفلوس في البلاد ديالك، هذيك ماشي البلاد ديالي، البلاد ديالي اللي هجرتني وصفتني في الفلايك، نحرق في الفلايك، الناس كتموت في البحورة، هذيك ماشي الدولة ديالي، الدولة ديالي اللي حاكم البلاد كيبني في القصور وكيطلع في القصور، والولاد ديالو واش تنقول لك طائرة بريفي، الولد ديالو عنده 8 سنين طائرة بريفي، واش هذا يدخل العقل ديال الإنسان؟ يقول لك على المرة كتهضر، واش هذوك الناس هذوك 8 سنين باش دار هاد الفلوس هاد السيد هذا؟ دارها حتى بكم الجالية، طيارة بريفي 8 سنين باش يركب فيها واحد، واحد شوفوا، راه اللي عنده الكرم عنده الكرم، في المساجد يقول لك تزاحموا في المساجد، ومن يركبوا في الطيارة يقول لك يركب غير بوحده، وهذاك راه ولي العهد، هذاك راه زعما جدو راك وعارفين، وياك تزاحموا تراحموا غير على المسكين، غير في المساجد اللي طايحين عليه، بصح ما يتزاحمش معاكم في القصورة،
المسكين ما يتزاحمش معاكم في الطياير ديالكم. لا، لعنة الله على الظالمين ولعنة الله على الدولة الظالمة، وزائل لا حال ولا محال بمشيئة الرحمن الذي يقول كن فيكون. هذه هي فضيحة أخرى بمسجد مرسيا في برشلونة. ابن رئيس هو واحد الأخ قال لك كاين واحد الفضيحة أخرى هنا في اسبانيا عاوتاني. شكرا الاخ. الفضايح على الجهد، الجميع ديال الفلوس. واش تيقتلوك؟ واحد النصيحه، واحد الحاجه، واحد الحاجه اللي لاحظتها الاخوان، وصلها لكم الاحرار، وصلوها لولادكم والنساء ديالكم والنساء الاولاد ديالكم والرجال، اي واحد اي فئه كيدخلوا يقول لك ايوا بحال هاد المسؤولين، هذا اللي جمع الفلوس جاو يدافعوا عليه. قالوا للناس ايوا اتقوا الله في العواشر باللحيه زعما، ومسؤولين ديال ائمه الكفر، انا كنقول لهم ومعروفين مذكورين في سوره التوبه، ائمه الكفر لا ايمان لهم، كيدخل يقول لك ايوا غير شوف اتقي الله في هاد العواشر، ايوا اتقي الله في هاد رمضان، ايوا اتقي الله في هاد 10 ليال. وياك وياك ويا اعداء الله يا ائمه الكفر، لعنه الله على الظالمين. نتمنى شي نهار يطلع معنا شي واحد ويبغي يهضر. يا ائمه الكفر نتمنى تطلعوا شي نهار وتهضروا معنا وتقولوا لنا واش الناس يتقوا الله غير في رمضان؟ اعداء الله، واش الناس تتقي الله غير في شعبان؟ واش الناس تتقي الله غير النهار فاش تجمعوا الفلوس وتنهبوا الثروات؟ ما اتقيتوش الله من نشر لكم محمد السادس الارهاب في المساجد، ما اتقيتوش الله من محمد السادس، محمد السادس بقى يطرطق هنا في اوروبا، الناس مشات فاكونس بقاو يقتلوهم تما، ما شفتوهاش. ما اتقيتوش الله ناصر الزفزافي من اغتصبوه وقلعوا له الكسوه، ما اتقيتوش الله. ودروك الداخل العواشر رمضان، اتقي الله اتقي الله، لعنة الله على الظالمين، ائمة الكفر لا ايمان لهم. أمي كانت تفكر هاد الشمكارة هادو داروا هاد الحياة، يقول لك الجامع في هارلبيك، هارلبيك ولا مولمبيك، من تما خرج الإرهاب، من تما كيبوانتي لك محمد السادس، من تما عندكم المركز الإسلامي في هاد هارلبيك هذا. أنا هضروا حنا على البنكة ونجيو لكم البنكة الكبيرة هي المساجد، المسؤولين ديال المساجد اللي كيجمع لك 150 ألف أورو في يومين ولا ثلاث أيام، كيجمع 150 ولا اكثر بالبنكه، يقول ما ينتظر، يقول لك اتقي الله اتقي الله. يا كنحيي واحد الشخص عاوتاني سعيد البارصا اللي قال لك هاد الاخوان هادو عاوتاني، قال لك هاد صحاب اللحيه غير تجي تهضر يقول لك اتقي الله. والله الا نحييه في ديك الكلمه ديال اتقي الله، اتقي الله يعرفوها غير في هذا اخوك اللي راه مرمي في الحبس، اللي راه يطيب القميله في الحباسات مع كيما نقولوا القملو هذاك، مع الارهابيين، مع كي سميتو لي بيدوفيل، ومع القتاله، ومع لي كريمينال. بصح حتى لي كريمينال راه خرجهم محمد السادس، اللي راهم في الحباسه هذاك ما تخرجش ابو لحيه اللي راك فار البيك، والمسؤولين ديال المساجد صحاب اللحيه ما تجمعوا تخرجوش وتقولوا اتقي الله، ما تخرجوش ترفعوا لهم الفاتحه، ومين تهضر يقول لك ايوا حنا ماشي بيدينا، ماشي بيديك واش تراك دير في الجامع؟ بيديك تجمع الفلوس، بيديكم تجمعوا الفلوس، ها هما ها هما بديتوا عليهم شريو، ديروا الديور، ديروا هذيك، ديروا هذيك، ها هما هذيك الدوله ما عقلت حتى على شي واحد. ونقول لكم ائمه ديال المساجد، المسؤولين ديال المساجد، وهاد الشفاره اللي كيجمعوا هما شفاره، هادو كاملين عندهم الخبر باللي الدوله عادي تراقبهم، باللي اوروبا عادي تراقبهم، ولكن المسكين اللي ما عندوش الخبر. حنا لهذا حنا كنقولوها لكم ونوصلوا لكم الكلمه ديال الحق في هذا اليوم هذا، اللي عنده شي فلوس ما تيقوش، ما تعطيو فرنك لهاد الائمه ديال المساجد، ما تعطيو فرنك واش تعطي المسؤول ديال المسجد يجمع 750، واش عندكم العقل ولا ما عندكمش؟ واش 750 الف اورو يجمع لك 750 الف اورو في رمشتعين؟ واش الرسول عليه الصلاه والسلام كان عنده المساجد، كان يبني المساجد بحال هكا؟ كاين الحديث ديال الرسول عليه الصلاه والسلام في واحد في الصلاه وفي الخطبه ديالو من كمل، قال لهم تصدقوا تصدقوا ان الله يقبل الصدقات، ما قال لهم شنو تجمعوا الفلوس، الصدقه على المسكين وفيها النهي عن الامر، لانها يحرج الناس، يحرج العباد، النهي عن المنكر، عن الامر، عن امر تفوت وتبقى تجمع الناس الفلوس، ولكن شكون غادي يهضر؟ حنا غير تشعل مباشر، لا يجي الله يدير الله اكبر عطى 50000، الله اكبر عطى 100000، ياك الله اكبر ولات بالفلوس، لعنة الله على الظالمين.
لعنات والله على الظالمين، خوتنا اللي راهم يموتون في الحبس، ومحمد السادس اللي راه يشري في القصور، هذاك ما تقولوش عطي الحق لمواليه، ما تقولوش اذا خرج الشعب الى الشارع، اذا خرج الشعب للشارع عطي له الحق دياله، اذا نادى المنادي بحقه اعطيه حقه، اذا نادى المنادي اعطي له الحق دياله. ولكن هيات معاملك تهضر، معاملك تهضر، احنا كنهضروا معاكم انتم الاحرار الحرائر، وصلنا لكم هذه الدولة هذه الدكتاتورية، كنا كنقولوا قبل هوشتها هوشتها الإخوان على هذا الشيء، هذا نتاع الفلوس، اللي عنده شي فلوس في البنكة راه الدولة المغربية سميات المعاهدة في 2019، والمسكين واللي كان يجمع الفرنكات ما عندوش الخبر، المسؤولين ديال المساجد وهاد الإرهابيين وهاد القتالة وهاد الكريمينال عندهم الخبر، ولكن انت يا المسكين والحور اللي جامع دايها غير في الشغل ديالك والوليدة ديالك، كتكسب كتضرب تمارة كتمشي تخدم باش تاكل وتقول ندير واحد 4 نتاع الحيوط في ديك البلاد، تا دوك 4 ديال الحيوط طمع لك فيهم محمد السادس، تا دوك 2 فرنكات اللي درتهم في الدول في البنوك المغربية طمع لكم فيهم محمد السادس، لأن أبناك مصر وراه هي ديجا توسخوا راسكم حاشا باش تكونوا مسخين، ولكن ما توسخوش راسكم الفلوس تحطهم في هاد البنكات معروفين كيدعموا الإرهاب، لهذا احنا لا علاقة لنا، اللي بغى يدير راه معروف اللي نشر هاد الشيء هذا المساجد النظام وجن. شكرا لإخوان، شوف التعليقات ديال الناس اللي عارفين وراهم كيشوفوا المنكر، هاهما شوف هاهو الدولة المغربية قالت لهم خرجوا بلعوا بالثمانية نتاع العشية ما تحلوش حتى 6 ديال الصباح، ما كاينش اللي كيهضر، كل صحاب المساجد ينوضي، كل شي إمام ينوضي يبقى يدير المباشر ويهضر، نوض شي إمام انتوما المسؤولين والله العظيم إلا غتبقاو حاصلين تما غير في الوضوء تاع عدود الزوجات وهاديك، والله حتى نقلعو لكم القلب نطيبو لكم، القلب نطيبو لكم، هاد إرهابيين، هاد القتال هادوك صلاح عبد السلام وهداك راه خرج بيكم نهار البيك من تما مولمبيك، ساكن تما في البارتما في السونتر في القلب نتاع مولمبيك، مين خرج بيكم انتوما كتسلمو عليه في الصباح وفي العشية، وراهم عاد تما إرهابيين. 5600 شي حاجة نتاع الديور اللي دخلوا لهم البوليس في مولمبيك، خرجوا لهم عندهم العلاقة مع الإرهاب ومشاو لسوريا من الأصل ديالهم مغاربة، قبضوا فايت 600 واحد، وأنا عبد ربي قريت هاد الشيء هذا عليكم على الإرهابيين، 600 وشي واحد 600 وشي حاجة اللي قبضوهم عندهم علاقة مع إرهاب مغاربة، مغاربة حاملين جنسية مغربية، حاملين جنسية ديال محمد السادس، حاملين الجنسية منكم انتوما، وانتوما خارجين تجمعوا الفلوس، تجمعوا الفلوس تصير عليكم الحال، وياكم فاقوا بكم، ولكن دروك فاقوا بكم الأحرار يبلعوا عليكم الطرقان، حنا ماشي نبلعوا الرحمة ديال الله تعالى، لا الرحمة ديال الله تعالى سبحان الله توكلت على الله، الرحمة ديال الله تعالى ماشي بالفلوس، ماشي بالمال، ماشي بالجاه، ماشي بالقوة، بالعقل. بكسميتو بالكلام الطيب، سبحان الله توكلت على الله، سبحان الله، الصلاة والصيام ولا ذكر الله أكبر، ولا ذكر الله أكبر يا أعداء الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، من كان جي انت يا تهضر في هذا القتال واتق الله، ايوا انت يا واش باغي الفتنة وياك الفتنة، فاقوا كل شي فاق، أحرار الحرائر هودني راكو كتشوفوهم الأئمة كيخرج واحد اليوم يقول لك تصلي بخمسين اورو، واحد يقول لك الا بغيت صدقه جاريه خصك تعطي 200 اورو ولا شحال ما عطيت، والشروط ديال الجمع ديال الفلوس، فلوس فلوس الا بغيت تجمع انت، انت الا بغيت تصدق، الا بغيت تصدق ان الله يقبل الصدقات، الا بغيت الاول تسول بنادم مين جبت هاد الفلوس، واش عركت فيهم، واش خدمت فيهم، وتنصح الناس، ولكن نتوما خارجين تما، راه حنا 4 سنين غاديين في 5 سنين، وكنقولوا إطلاق سراح المختطفين السياسيين، كل شي واحد يخرج يهضر، كل شي إمام اللي عنده يقول لك اللي يقول لك اللي عنده الإيمان بالله تعالى يخرج يهضر، ما كاينش اللي يهضر، علاش؟ علاش عارف اللي يحكم فيهم؟ عندكم الديور، عندكم الديور في المغرب، علاش عندكم الحسابات في المغرب البنوك؟ علاش؟ أئمة كاملين هاد المسؤولين ديال المساجد كاملين عندهم البلانات، كل شيء عندهم البلانات في الديور، كي يدخل شهر ولا شهرين
يولي مع المسؤولين يمشي يبقى يفكر يدير البلان صافي البلان هنا وياك ما بقاتش ديك البلان قبل كتنعسوا عباد الله ايوا راه من تموت في الجنه ودير عليك ولكن هذاك المسكين واليتيم هو اللي غادي يتيقكم اودي واش غادي نقول لكم كل شيء راه باين في هذه الساعه هذه نتمنى من الله تعالى انا الصوت ديال اللي كيوصل والله ما انا راه الخوف وديك الريحه ديال الخوف والله تعالى وهاد الائمه ديال الكفر نتوما راه واحد واحد غادي تمشيو علاش القدره ديال الله تعالى الكوفة يا أئمة الكفر لا أيمان لهم أئمة الكفر الذين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ويوم تحمى عليهم في نار جهنم والعياذ بالله هادو هما اللي نوضوا هضروا معاهم تجمعوا على تجمع على واحد مسكين ما عندوش الورق واحد مقطع واحد خدام على والديه وتمشي عنده تقول له جمعوا 750 الف اورو باش يكتبها الله وياك كذبوا على عباد الله 700 مسجد في بلجيك حنا ماشي المساجد 700 مسجد في بلجيك ايوا دير الحساب نتايا هذا ديال البيك قال لك 50 اورو في الشهر اللي كيخلصوها 100 ولا ما نعرف 1000 واحد 1000 50 اورو شحال تعطيك 50 الف اورو عرفت شحال تعطيك في 10 شهور 50 انا تعرف مين تبقاو تحسبوا واش تا ديال الفلوس اللي كيسرقوها السراقه المسؤولين ديال المساجد السراقه اللي ديروا يديكم مع القناصله الدبلوماسيين مع ابو طاهر والسفير البلوقي ورانا جايين لكم البلجيك راه جاي الدور ديالكم البلجيك راه كاين الخدمه كاين جايه الارهابيين شويه بشويه غادي نبقاو نخدموا الحاجه على حقها وطريقها يا الارهابيين يا السفاله خليتوا الناس لا تعاني في الحباسات غادي تبقاو تعانيوا برا خليتوا الناس بقيتوا تخليوا الناس تقتلوهم في الطريق تدوا كلاشينكوف وتيريو على الناس هنايا الارهابي محمد السادس كلاشينكوف كتجي من عندك يبدوها في انتويرفن في الكار جايه من عندك وموثق هذا الكلام هذا ونكون متابع عليه اي كلمه كنقولها على هذا الارهاب وهذه كتسجل وكنقدر نكون متابع عليها قضائيا ولكن عارف راسي واش تا كنقول وانتم الائمه اللي خرجتوا تجمعوا الفلوس باش تعطيوهم لسيدكم السفاح جاي النهار ديالكم جاي النهار ديالكم احرار الحرائر صفيو صفيو مع الله تعالى وصفيو مع الاخوان مع البشريه جمعاء اينما كان اللون ديالو ولا الديانه ديالو ولا الانسان ما يكذبش يبعد على راسو الكذوب يبعد على راسو النفاق الكلمه ديال الصح اللي كدوب عندك شي حاجه دار ولا شي حاجه في ديك البلاد هذيك صرح بها قدرت تفك بها ولا باش تعيش مني تفك بها راكو شفتوا ليك الدوله حتى يبان الحق والباطل ما هذه المسؤولين ديال المساجد النهار ديالهم راه وصل راهم غير فضيحه على فضيحه مع الاسف انتيا كنتمنى بالمراه الحره العفيفه الشريفة إلا درتو هاد النقطة المرأة الحرة لحقاش المرأة إلا بغيت تبلغ الرسالة العديد ديال الناس اللي توصلهم ما تخلي ما تعطيو فرنك لهاد الأئمة الكفر ما راكوش تعطيو الفلوس للمساجد راكو تعطيو الفلوس للإرهابيين صدقوا ما قلناش ما تصدقوا أول صدقة تصدقوها صدقوا في راسكم لبسوا مزيان لبسوا مزيان كلوا مزيان تمتعوا سيدي ما عندنا مشكل تمتعوا بعدا كسي راسك وشبع بنادم يشبع الكرش ديالو وروح شوف الجيران وشوف اللي ما عندوش راه الصدقة مقبولة راكو فهمتوا المعنى ديالي واش تا كنقول نتمنى من الله تعالى ينصرنا على القوم الظالمين سمحوا لنا إلا طولنا عليكم الإخوان راه غير باش نوصلوا لكم هذه الرسالة الدولة المغربية باعت هاي زاد شحال 185 مليار وزيد 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 الحسابات الى لقاء اخر لا يجعل الله تعالى يفك الاصل ديال المختطفين اللي راهم في السجون ديال العار والله العظيم الى كان تشمأس القلوب ديالنا اللي كتشوف رمضان وصل عاود ثاني الاخوان ديالنا مساكين يبقاو يضربوا الحريره في الحبس الرجال كيضربوا الحريره في الحبس الرجال ما كيقلعوا المغرب في الحبس والشمايت ونقولها ونسطر عليها والارهابيين ولا ائمه المساجد
والشمايت والإرهابيين ولاو مسؤولين المساجد، والقتالة والدباحة وهذاك ولاو عندهم القصور، والرجال راهم عاوتاني يصوموا. يا للأسف يا للأسف يا للأسف. اسمحوا لنا، وقلتها كتبتها في واحد التعليق، اسمح لنا يا ناصر، اسمح لنا نبيل، اسمح لنا يا محمد جلول، اسمحوا لنا الحاكي الاخوان جميع في العالم كامل، اسمحوا لنا بعد اللي عارفينهم هادو اللي عارفينهم، اسمحوا لنا اللي في جهدنا عادي نديروه، وعادي نديروا ديك الدوله هذيك عادي تشوف المرار معنا على الاحرار والحرائر. ما راناش وعمرنا ما كنا بوحدنا، علاش؟ الله تعالى مع الحق. علاش مع الحق؟ راه حنا في هذا النهار هذا رمضان دخل، والاخوان ديالنا مساكين راهم في الحبس، راهم في الحبس، يقلعوا المغرب، يقلعوا المغرب في الحبس، يتسحر في الحبس. ايوا ديروا انت وديروا البال ديالكم، اللي يقول الكلمه ديال الحق، اللي يقولها ودي بغيت الناس تعيش، اللي يقول بغيت الناس تداوى، اللي يبغي يقول هاد الهضره ما نعياوش بها راه في الحبس، راهم في الحبس الاخوان. النضال ديالنا مستمر. السادس هو المسؤول، ما قادش بالمسؤول، هو بال السادس لا كابيل ميرصاد، هو بال السادس بيناتنا، ماشي نقولوا حنا وحنا. الله تعالى اللهم انصرنا على القوم الظالمين، ان شاء الله الاسقى ديالك بالكون ديال الله تعالى الذي يقول كن فيكون. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استسمح الاخوان.